العامة لتعاونيات البناء والإسكان الوحدات السكنية الجديدة بمشروع الأسمرات إلى 135 أسرة من شاغلي وحدات المرحلة الأولى بمشروع 129 عمارة غير الأمنة بالقطامية، وذلك بعد إجراء قرعة لنظامي الإيجار والتمليك لهذه الوحدات. 1100 وحدة سكنية بحي الأسمرات، حصلت الحاجة صبحية على واحدة منها بعدما صدر قرار بإزالة عمارات القطامية التي قطنت إحدى وحداتها نتاج خطورة حالتها الإنشائية، وها هي كغيرها ينتقلون بالفعل إلى هذه الوحدات. هي أنتوا بتشوفوا النهاردة نقلة حضارية ل 1200 أسرة. احنا يعني توجيهات القيادة السياسية ان احنا نتعامل مع المقتحمين بتوع الوحدات اللي هناك بشكل حضاري. من يريد ان يصبح مواطن صالح بيدفع ثمن الخدمة اللي موجودة وبيتعاقد مع الدولة، بنوفر له وحدات اللي حضرتك شايفينها كاملة التأسيس، فيها أجهزة كهربائية كاملة بتوفر قوات مسلحة. النهاردة احنا بصدد نقل الأسر بتاعة القطامية إلى الأسمرات، وطبعا اتحدد لهم عدد عماير ل 35 عمارة. النهاردة العملية منظمة جدا جدا، ما بيضطروش ينتقلوا لبره خالص. عندنا الخدمات التعليمية عندنا 3 مدارس، والمدارس النهاردة وصلنا لمنظومة تعليمية غير عادية مش متواجدة في أي مكان. استلمت الأسر الوحدات بنظامي التمليك والإيجار، ومزودة بالأجهزة الكهربائية والأثاث، ومستوفاة لكافة الخدمات. أوضتين، واحدة أوضة أطفال وواحدة أوضة كبيرة، والأنتريه والسفرة ومطبخ وحمام وتلاجة وغسالة وبتجاز. عندنا عيد النهاردة لأن جينا فرش نظيف وحاجات نظيفة، غير في الحتة اللي احنا كنا فيها مش حلوة. اللهم صل على النبي، زي العسل احنا كنا طايلين. اللهم صل على النبي، احنا ما كناش طايلين ربع. انا كنت بقول اوضة تحت سلم ما حدش يطلب مني ايجار. حالة من الرضا بأعين الأسر المنتقلة إلى هنا بحي الأسمرات بعدما وفت وزارة الإسكان بوعودها في توفير شقق سكنية لهم بعد القرار الصادر بإزالة مشروع القطامية السكني. سالي سالم، أون لايف.